في الواقع اليوم دابا تنظن بأنه الصورة إلى حد ما واضحة، حيث أنه يظهر للجميع بأن مسلسل ما سمي بمسلسل تحرير ديال القطاع ديال التوزيع ديال النفط، وفي الحقيقة كان مسلسل تحرير عشوائي غير مدروس، ويمكن أن نقول حتى غير مسؤول، حيث أن الملاحظ هو أنه وقع تحرير واحد القطاع اللي أولا هو قطاع حيوي استراتيجي، ماشي كالقطاعات أو أي قطاع بحكم الوقع ديالو لا الاجتماعي ولا الاقتصادي. ما ننساوش بأن النفط راه مادة أولية اللي كتحكم التنافسية حتى ديال الإنتاج والتصدير. ثانيا هو قطاع محتكر، حيث أنه أيضا لا الوقائع كتبين بأن 3-4 ديال الشركات كتحتكر السوق، وفي الحقيقة هي اللي كدير السوق طبعا ضدا عن قانون السوق. والتجربة بينت أن هذا التحكم في السوق في آخر المطاف اللي أدى الثمن هو المستهلك، وأيضا كانوا إلى حد الموزعين الصغار. دأبت الجامعة الوطنية الأرباب محطات الوقود بالمغرب أن تنظم لقاءات تحسيسية لمرتفقيها ومتعاملين والمنتسبين إليها من أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب. اليوم المكتب الجهوي لجهة الرباط سهلة قنيطرة ينظم لقاء تحسيسي بإشراف الدكتور الباحث والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي حول تحرير سوق المحروقات بالمغرب بين الواقع والآفاق. هذا السوق الذي حرر بقانون ولم يوضع له قوانين تنظيمية لتأسيسه ومنهجته، اليوم ننظم في جهات الرباط هذا اللقاء حول توحيد الرؤية لأرباب محطة الوقود. ما هو التحرير؟ إلى أين بهذا التحرير؟ ما نتائج التحرير؟ اللقاء التحسيسي بالنسبة للغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط القنيطرة، هذا دور الغرفة أن تنظيم القطاعات وتحسيس القطاعات والتكوين ديال القطاعات ديالنا، هذا دور الغرفة. وهذا اليوم انتم كتشوفوا اليوم بالنسبة لأرباب محطة الوقود كينظموا راسهم كيهكلوا راسهم على بالنسبة للجهة ديالنا باش يمكن تحدثوا معهم. ان كتعرف اي قطاع الا بغيتي تقدم خصو يتهكل، وحنا كنهكلوا في الجهة ديالنا القطاعات قطاع بقطاع، وحنا غادي ان شاء الله ان كتعرف المغرب غادي في تطور والاقتصاد العالمي غادي في تطور، ايوا خصنا نكونوا حتى حنا غادي في تطور، خصنا نكونوا سابقين الاحداث. والحمد لله انتم كتشوفوا الغرفه ديما فيها الاوراش العمل، الناس كيستجبوا باغيين تنظموا باغيين ياكلوا، وكنتمنوا الله ان يوفق الجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.